شاهدوا المغامرة المثيرة في ركوب الأريكة المائية أو كنبي بجرجيس تونس، حيث تحدي عدم السقوط في الماء رغم المناورات والأمواج العالية هو شعار المجموعة. متعة وإثارة لا تنسى مع فاست فورورد. The ultimate tube challenge. Pure adrenaline for four people. Watch as we take on the ultimate water tubing challenge with three incredible friends in Zarzis. It's a wild ride full of twists, turns, and the struggle to stay on the tube. Don't miss the fun and excitement. Rayad, Rayad. Grip and glide. يعطيكم الصحة الأولاد. عبد الإله، عبد الرحيم وعبد الحميد، أكثر من 30 دقيقة معاناة وصمود، وفي الأخير كسب التحدي. برافو. لا بالراحة صحيح.